أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. نبدأ مع الهيئة نت، ناشطو العراق يطلقون وسم أنقذوا النازحين من البرد. في يقين نت نقرأ استمرار الخلاف الكردي بشأن منصب رئاسة الجمهورية. المدى عنوان التقرير الأمريكي، واشنطن مستعدة تماما لبقاء قواتها في العراق مدة أطول. نتصفح في العرب الجديد، الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين في القدس والخليل ويشرد سكانهما. نطالع في القدس العربية، تحالف الدولي تنظيم الدولة يمثل تهديدا لأمن العراق وسوريا. وجاء في واشنطن بوست، يجب ألا تعمينا معاداة رموز للإسلام عن سياسات ماكرون الإشكالية من المسلمين. وعربي 21 عنوانة الاحتلال يتراجع عن إخلاء منزل بالشيخ جراح بعد هبة الأهالي. أهلا بكم. يقول الكاتب داوود الفرحان، لم يسبق في التاريخ العربي، ربما التاريخ الدولي، أن نشأت وترعرعت وانتشرت صناعة الميليشيات في دول ذات سيادة وحدود وجيوش ودساتير وأعلام، مثل ما حدث خلال السنوات العشر الأخيرة في بلدان مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان واليمن ولبنان. ميليشيات لها أعلام، عناوين وميزانيات وقيادات واجتماعات وأسلحة تبدأ في الخفيفة ولا تنتهي بالثقيلة. تعدت أسلحتها المدرعات والدبابات والمدافع والبنادق بمختلف أنواعها والكاتيوشا والصواريخ والألغام إلى الفضاء السبراني والطائرات المسيرة بدون طيار درون. وهي ليست ميليشيات تختفي في الجبال أو الغابات أو الكهوف أو الصحارى، لكنها علنية ولها مقار معروفة، وتحمل سياراتها ومدرعاتها أرقاما متسلسلة وأسماء الميليشيات التابعة لها، وأكثر من ذلك فلها نواب في مجلس النواب ووزراء في الحكومة، مثل ما حدث طوال السنوات العشر الأخيرة في العراق. ولا ينقصها حتى الآن إلا تعيين سفراء أو ممثلين عنها في الدول الأخرى، وربما يأتي يوم نرى فيه أحد قادتها يصعد إلى منصة الخطابة في مبنى منظمة الأمم المتحدة لإلقاء كلمة عن الديمقراطية والتسامح الديني وارتياد الفضاء الخارجي وحماية المناخ. في العادة تكون الميليشيات تنظيمات مسلحة خارج سياق القوات المسلحة الحكومية، لكن الميليشيات العراقية مثلا جزء من القوات المسلحة الرسمية تسليحا وتمويلا وتدريبا، بل إنها في بعض المفاصل أقوى من القوات النظامية، مثل قطاع السجون والمعتقلات والاغتيالات والانفجارات، ولها حق لم يملكه الجيش العراقي في كل تاريخه المئوي، وهو تصدير النفط واستغلال الموانئ للتصدير والاستيراد ورسو البواخر ومنافذ الحدود الجمركية واستيراد السيارات التجارية وكذلك المطارات بمعظم عائداتها المالية. وصل الأمر إلى السيطرة على مقاه وعبارات نهرية ومدن ألعاب وملاهي ليلية وتجارة المخدرات والمشروبات الكحولية. وقد قلتها سابقا، دولة قوية مارقة داخل دولة رخوة وهشة وإسفنجية. أخيرا يقول الفرحان، في الدول المتحضرة الهادئة يبرز الوجه الإبداعي من فن وثقافة وأدب وإعلام وسياحة وابتكارات واختراعات، أما في الدول التي تعمها الاضطرابات والميليشيات فليس فيها غير كواتم الصوت والانفجارات والفساد المالي والاجتماعي والسلطات الأمنية الضعيفة والحدود. ننتقل إلى مقال آخر، موقع أمريكي، العراق يفتقر للدعم الدولي فيما يتعلق بتبعات التغير المناخي. أشار تقرير نشر على موقع
بي بي اس نيوز الإخباري الأمريكي إلى أن العراق يقع عند الخطوط الأمامية لأزمة التغير المناخي مع ازدياد سرعة ارتفاع درجات الحرارة فيه بمقدار ضعفي سرعة ارتفاعها ضمن المعدل العالمي، وكونه من بين أكبر منتجي نفط في العالم فإنه يأتي بالترتيب الثاني كأكثر دولة تساهم بانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المضر للبشر والبيئة الناجم عن حرقه للغاز المصاحب من آباره النفطية. في شهر تشرين الثاني اجتمع ممثلو 200 دولة تقريبا في غلاسكو باسكتلندا لحضور قمة المناخ، وكانت النتيجة مخيبة للآمال بالنسبة للخبراء الذين طالبوا بتعهدات أقوى لضمان كبح الانبعاث الحراري في العالم. وفشل المؤتمر أيضا بتخفيف معاناة الدول الأكثر تعرضا لتبعات أزمة التغير المناخي. أشار التقرير إلى أن إحدى الدول التي تفتقر إلى الدعم الدولي في هذا المجال هو العراق. الشمس تشرق عند مسطحات أهوار العراق التاريخية الذي عرف ببلد وادي الرافدين، حيث ظهرت أولى حضارات البشرية قبل أكثر من 7000 سنة مضت. ولكن شح المياه يهدد البيئة وحياة الناس على حد سواء. مهندس الموارد المائية والخبير البيئي جاسم الأسدي الذي كرس نفسه لحماية الأهوار يقول إن فكرة البحث عن عمل آخر غير صيد السمك هي ما يشغل بال الكثير من أهل الأهوار. وقال الأسدي: منطقة تشبايش وبلدات أخرى يعتمد أهاليها على أنشطة مواردها المائية والاقتصادية من تربية الجاموس وحصاد القصب والبردي، وإذا لم يكن هناك ماء فكل شيء يموت. الحياة الاقتصادية متوقفة بشكل كامل هنا. الجفاف ساهم بتبعات إضافية إلى مشكلة مزمنة أصلاً يعاني منها البلد من السياسات المائية لبلدان الجوار إيران وتركيا. الأهوار تغذيها مياه نهري دجلة والفرات التي تنبع من تركيا، وكذلك روافد أخرى قادمة من إيران. كل من البلدين بنى سدوداً على منابع تلك الأنهر، مما ساهم بتقليل مناسيب تدفق المياه للعراق. وبينما يعاني العراق أصلاً من تأثيرات التغير المناخي، فإنه يعتبر أيضاً مساهماً كبيراً بالانبعاثات الغازية المضرة التي لها تبعاتها على التغير المناخي وارتفاع معدلات درجات الحرارة. في المدى نطالع في الشأن الرياضي، يقول الكاتب رعد العراقي إنه من المعيب جدا أن تخطئ سهام الإصلاح طريقها فتضرب يمينا وشمالا مترنحة بفعل ارتعاش أيد لا تقوى على الإمساك بقوس إطلاقها وتسديدها بدقة تامة نحو أهدافها المرسومة، فيسقط الصالح والطالح في نفس الوقت وتتشابك الرؤى والغاية لنجد أنفسنا من جديد أمام تجربة بائسة ومحاولة فاشلة. والسبب ببساطة هو أن فلسفة الإصلاح هي من تحتاج إلى إصلاح. هكذا فاجأنا اتحاد الكرة بمشروعه المفترض حين طرح فكرة ترميم البيت الكروي عبر إجراء إصلاحات تستهدف تغيير مسارات العمل. وفقا لتلك الرؤية، فإن الخسائر بدأت تلوح بالأفق من تراجع نتائج المنتخب الوطني وضياع هويته ووقوفه على حافة الخروج من تصفية كأس العالم 2022 بأسوأ أداء في تاريخ مشاركاته السابقة، ومرورا بالمشاكل الفنية الخاصة بالدوري، وأخيرا تزايد أعداد المعارضين والناقمين ضد أسلوب التصرف وضعف العمل الإداري وتخبطات التصريحات وتداخل الواجبات لمجمل أداء الاتحاد. آخر السقطات وأسلوب وطريقة التعامل مع تصريح إبراهيم بايش لإحدى القنوات الفضائية وإشارته إلى أن اللاعب المحلي أفضل من اللاعب المغترب بحكم امتلاكه الغيرة والحرص.
ليبعد فورا عن المنتخب الوطني ويطالب بالاعتذار في سابقة تؤكد استمرار نهج السلف الاتحادي بالتفكير وردة الفعل المتسرعة في طرد النجوم من دون حتى التعمق بحيثيات هذا التصريح وظروفه ومغزى حديث اللاعب إن كان يمثل رأيا شخصيا أو زلة لسان في أثناء حماسة الكلام المباشر للكاميرا. يقول الكاتب: كيف يتم التفريط بلاعب يشغل مركزا مهما في المنتخب ولديه مهمة وطنية حساسة بتلك السهولة كما فعلها الاتحاد السابق حينما طبق نفس النهج في إبعاد سعد عبد الأمير نتيجة تصريح في أحد البرامج الرياضية، ولا يزال إبعاده لغزا محيرا للجميع وتسبب في فراغ وسط الفريق في وقت أن كل لاعبي العالم يبدر منهم بعض الهفوات الكلامية، إلا أن أقسى عقوبة اتخذت في حقهم لم تتجاوز الغرامة المالية أو العقوبة الإدارية البسيطة. وننتقل وإياكم إلى العربي 21. في الشأن التونسي كتب نور الدين العلوي: الكر والفر بين الرئيس والشارع متواصل، فبعد هجوم الشارع الديمقراطي يوم 14 من كانون الثاني يناير وتأكيده احتفالية الثورة في موعدها ودفع أجهزة الأمن إلى استعمال أقصى أشكال الردع المتاحة، ظهر الرئيس متوعدا يخفي رعبا كبيرا عبر جمل الاستهانة المعتادة بالشارع المتمرد على أفكاره وطريقته في إدارة البلد، وبقدر ما بدا مزمجرا بالأحرى بقدر ما ظهر انحناؤه الخانع لمكونات المنظومة التي زعم الحرب عليها منذ توليه. فقد قدم لنقابة الأعراف ما أرادت من عفو طال انتظاره، وقدم لنقابة الموظفين ما رغبت فيه وربما أكثر بكثير مما رغبت، بل ظهر في حالة غزل مفرط مع رئيس النقابة. وجدنا في هذه الخطابات أو التجاذبات محاولة رشوة منظومات الحكم التي أسندت نظام ابن علي طمعاً في سندها السياسي أمام شارع متنمر، وجدنا فيها محاولة لتجنب مصارحة الناس بحرج الوضع، ونرى هذا تملصاً من التوصيف الحقيقي للحظة بأنها لحظة مأزومة سياسياً، وأن جوهر الأزمة الآن سياسي أولاً، ولا يمكن العبور إلى معالجة الاقتصادي والاجتماعي إلا بحل المعضلة السياسية التي خلقها الانقلاب. تقديم سياسي أولاً يضع الانقلاب ومنظمات الإسناد أمام حقيقة واضحة: الجلوس إلى طاولة الحل السياسي، أي تحمل كلفة إسناد الانقلاب أو كلفة معارضته فيما يسعى فيه. الحلول أو الترضيات التي قدمها الانقلاب لهذه المنظمات طمعاً في الإسناد السياسي خاصة بعد تحركات يوم 14 هي حلول قاصرة، لأنها تجرد العظم من لحمه، أي أنها تصرف من الموجود دون خلق إضافات، لذلك فإنها حلول منتهية الجدوى قبل البدء في تنفيذها، وهي حلول من جنس ما سبق أن فرضته النقابات على الموازنة طيلة العشرية السابقة حتى أودت بها إلى الكارثة الراهنة. مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية يبدأ بمواجهة المشكلة السياسية، وهذا يبدأ من عند الرئيس في اتجاه من يعارضه أولاً ومن يسانده بهوى استئصالي ثانياً، لكن خطاب الرئيس ونبرته المهددة لا ينبئ بأي رغبة في الحل السياسي، بل بمواصلة الهروب إلى جهة مجهولة تماماً من أجل تغيير النظام السياسي، وهو نقاش خارج التأريخ فعلاً. خلفت الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها كازاخستان هزة في سوق اليورانيوم الذي تستحوذ البلاد على 40% من السوق العالمية. وذكر تقرير للوقود النووي لمجلة الإيكونوميست أن اندلاع الاحتجاجات في وقت مبكر من الشهر الجاري سبب ارتفاع سعر الرطل الواحد من اليورانيوم إلى 45 دولاراً في الخامس من كانون الثاني يناير بنسبة بلغت حوالي 8% بحسب شركة UXC.
من المحتمل تسجيل انخفاض طفيف في الانتاج العالمي بسبب قطع السلطات شبكة الانترنت وتأثر وسائل الشحن والمعدات بحالة الطوارئ، مما قد يؤدي إلى إبطاء عمليات الانتاج. وتوقع التقرير أن يواجه سوق الأورانيوم سنوات من الاضطراب رغم حالة الاستقرار التي عقبت قمع الاحتجاجات من قبل السلطات الأمنية. وأوضحت أن كبار مشتري اليورانيوم والمستخدمين بكثافة للوقود النووي مثل الصين وفرنسا لديهم مخزونات تكفي لعدة سنوات، لكن الأحداث في كازاخستان قد تدفع المشترين في النهاية إلى الحذر من مخاطر الاعتماد المفرط على مصدر واحد. وتطرق تقرير الصحيفة لتبعات فرضية سقوط الحكومة الكازاخستانية أو تعرض وصول الدولة للهجوم، خاصة أن هناك شركة واحدة فقط هي التي تنتج اليورانيوم، وهي كاستوم بروم المملوكة بنسبة 75% من قبل صندوق سيادي. ومع تطلع بعض المستهلكين إلى تنويع مصادر إمدادهم فإن هذا يعني دفع أموال أكثر، نظرا لأن كازاخستان هي المنتج الأقل تكلفة. وتوقعت الإيكونوميست أن اتجاه الأسواق الناشئة لاستخدام الطاقة النووية بديلا أكثر نظافة بدلا من الكربون سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب الإجمالي على الوقود النووي، مما يعني ارتفاعا أكثر في الأسعار. وأكدت المجلة أنه بالتوازي مع ذلك يتم العمل على إنشاء مناجم لاستخراج اليورانيوم في أفريقيا والأمريكيتين، لكنها ستتطلب سعرا لا يقل عن 60 إلى 65 دولارا لكل رطل من اليورانيوم حتى تكون مربحة. وخلصت إلى أن اليورانيوم المعروض قد لا يتمكن من تلبية الطلب المتزايد في المستقبل، مما قد يؤدي إلى أن يصبح سعر الوقود النووي قابلا للانفجار بشكل متزايد. نشر موقع NBC نيوز تقريراً عن زيادة الخطاب الهندوسي المتطرف الداعي لقتل المسلمين، وذكر أن عريضة قدمت إلى المحكمة العليا في الهند جاء فيها أن تعليقات قادة قوميين هندوس تصل إلى حد الدعوة لقتل مجتمع بأكمله. المشاعر المعادية للمسلمين في تصاعد مستمر منذ تولي الزعيم القومي المتطرف ناردندرا مودي الحكم، لكن التصريحات الأخيرة صادمة في تطرفها كما يقول الخبراء، وتذهب أبعد من خطاب الكراهية إلى التحريض على القتل والتطهير العرقي. وفي العريضة التي قدمت إلى المحكمة العليا قال الموقعون عليها إن الخطابات التي ألقيت في هاريدوار ومنطقة العاصمة نيودلهي تصل إلى حد الدعوة المفتوحة لقتل مجتمع بأكمله، وإن الخطابات تمثل تهديدا خطيرا ليس على وحدة وسلامة بلدنا بل وتعرض حياة ملايين المسلمين للخطر. وقد أشارت العريضة إلى أن المنظمين أعلنوا عن مناسبات أخرى ولم تعتقل الشرطة أحداً في هاريدوار ولا دلهي ولم تعلق حكومة مودي عليها. ويرى نقاد الحكومة أن الصمت الرسمي هو بمثابة مصادقة تكتيكية لما يقوم به القوميون الهندوس. وقال مولانا محمود مدني رئيس جمعية علماء الهند التي تعد من أكبر المنظمات الإسلامية في الهند إن إلقاء خطابات ضدنا وقولك إنك تريد إخراج كامل السكان بسبب دينهم إنني لا أفهم كيف يتجاهلون هذا؟ طبعا صمت رئيس الوزراء وعدم شجبه التحريض ضد المسلمين في الهند هو نوع من الإنكار ورخصة لمواصلة هذا النوع من التطرف الديني بحسب الموقع. وفي خبرنا اليوم، لا يزال أفراد قبيلة بيغيمي باكا يحافظون على تقليد شحذ الأسنان المتبع لديهم منذ آلاف السنين لاعتقادهم أنه يقيهم من الأمراض والشر ويجذب إليهم الفتيات والبيغيميون الأقزام بين مزدوجين هم مجموعة عرقية تعيش في الغابات المطيرة
على الحدود المشتركة بين الكاميرون والكونغو، ولا تزال تحافظ على ثقافتها وتقاليدها ونمط حياتها المعتمد على الصيد منذ آلاف السنين. وفي مراسم شحذ الأسنان هذه لدى أفراد قبيلة باكا الذين يعيشون شمالي جمهورية الكونغو وجنوبي الكاميرون، يقوم الشباب من أفراد القبيلة بشحذ أسنانهم بالطرق التقليدية ليثبتوا شجاعتهم أمام كل أفراد القبيلة، وتقام مراسم في نهاية فترة الشحذ التي تستمر 15 يوماً. متابع ممتع مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.